بالك شوي. مساء الخير يا زواج. ألف مبروك ألف مبروك. أول شيء بدنا نشكرك نحن لأنك صادفتنا من بعد الربح. أهم شيء نحن نكون عم نضوي إنه هيدي أعلى نسبة بتجي بكل تاريخ انتخابات الجامعات. نحن جبنا 88% من كل الأصوات. وهيدا الربح الكبير نحن بدنا نهديه لبرنار فاضل اللي كان رئيس خليتنا. برنار فاضل كان رئيس خليتنا وهن من اللي تعبوا ليحطوا كل الأسس اللي خلينا نجيب 88% بكل الانتخابات. بس اللي نحنا كمان بدنا نقوله انه بدنا نشكر كل واحد منكم على كل التعب والسهر وكل الشغل اللي حطوه. نحنا جبنا 24 مرشح من 27 ربحوا وصاروا بالهيئة. نحنا الجامعة الوحيدة اللي بكل الأزمة اللي عم نقطع فيها من بعد الثورة العلمانية جابوا صفر. فأنا من هون بس تأختم كل شيء بدي أقول لك إنه الأنديو كلها لعيونك. يعطيك العافية. زمارك يعطيك العافية. تضل بهالهمة. طيب حكيم مساء الخير. هلا ستنا مساء الخير. خليلنا اياك الله يقويك. رفيقات ورفاق بدي منكم كلكم سوا زقفه كثير كبيره لجان مارك ولكل البريزيدنت الفاكولتيز. كل حدا فيكم تعب كثير تنجاب هيدي الانتخابات. يعني انا بعرف قد ايه كلفتكم سهر وتعب وشغل. الحكيم عم بيقول لي ما صابت توقعاتنا، كنت قايل له منجيب باحسن احوالنا 21 22 مقعد، جبتوا 24 مقعد. حكيم اشتغلوا الشباب بشكل انه ما شيء يقدر ياثر عليهم، عملوا كل الدفوار على الاخر، يعني سكروا كل البلوكات اللي لازم يسكروها. مثل ما قلنا لك مره الماضي رح تحسمه وحسمته. الموجه اللي بلشت من سنتين وضيعت الشباب اللبناني أصلاً الأنديو وقتها بعز كان في ضياع بكل لبنان، وكان ميشيل عون أخذ الجو العام هيك السياسة، كانت الأنديو كل مرة توصل رسالة واضحة من قلب كسروان أنه الشباب اللبناني طالع وواضح وعارف شو بده. كل هيدي الديماغوجية يلي تمرسوا فيها العونيين بالسابق ويلي النيو عونيست يعني اللي اجوا من بعدهم هلا لانه بنفس النهج وبنفس المنطق عم يرجعوا يجربوا يعملوا وضيعوا الشباب هيك ببعض المحلات ببعض الشعارات. شبابنا بالانديو ما تاثروا. مزبوط جبنا اعلى نسبه بتاريخ الانتخابات يمكن بالانديو، وهيدي المره وحدنا بدون اي حليف بوجههم كلهم بظل موجه اقتصاديه وسياسيه كله ما بقى يفرق. جو الشباب عارف شو بده. بس هيدا نتيجه شغلتين، نتيجه حزب انت على راسه وتكتل جمهورية قوية ونشاط بالمناطق لرفاقنا وعمل اعلامي وسياسي وعلى كل المستويات بيخلق جو عام. حدهم في شغل على الارض من شبابنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. قلهم من وقت ما فتحت الجامعة ما عم يرتاحوا، وانا حطيتك بهيدي الصورة من قبل وعم برجع اقول لك اياها. الشباب عن جد ببيضوا الوجه بيرفعوا الراس. الانديو قلعة وبتبقى قلعة، ما في شيء بيقدر يربح هيدي القلعة. ومثل ما بالمجلس نحن حراس المجلس، ومثل ما بالبلد نحن حراس الديمقراطية والحرية، هاو حراس الطلاب وحراس الحركة الطلابية وما في شيء بيقدر يربح عليهم. إن شاء الله حكيم هاو الشباب انتخابات النيابية الجاي رح بيكونوا بضياعهم، رح بيكونوا بمراكزهم. هذا الفرق يلي عملوه اليوم وهذا التعب يلي عملوه اليوم يحطوه بكل محل بقلب القوات بيستاهل أنه ينحط فيه.
تنقدر نحط ايدنا مع كل رفاقنا القوتيين تنفس النتيجة اللي جبناها اليوم نترجمها بالانتخابات النيابية. يعطيكم العافية يا رفاق، ومرة من جديد حكيم مثل ما قال رفيقنا، نحن هيدا الانتصار عم بيهدوه لروح رفيقنا برنار فاضل، رفيقنا غدرنا، وهذا الشاب مثله مثل كل هالشباب اللي هون، ترفع لقلو الكبعة. شباب يعطيكم 100,000 عافية. حكيم نسي شغلي توني، نسي انه كلهم يعني كلهم، وطلعتوا قدهم كلهم. انا السؤال الصغير اكتر منهم كلهم، السؤال الصغير اللي عندي ايه لحقته تعذبته 24 مقعد، انه حرام تتركوا هالثلاثة البقوة ايتام مش عارفين شو بدهم يعملوا. بدي لكم يعطيكم 100,000 عافية كلكم سوا، صبايا وشباب صغار وكبار داخلين جديد على الجامعة أو بوسطة أو سنة آخر سنة عندكم إياها هونيك. أكيد ما في نتيجة منيحة إلا من وراء شغل منيح، ولو ما حضرتوا الشغل منيح ما كان ممكن نحصل على هالنتيجة، مثل ما حزبنا ككل ما كان ممكن يحصل على هالنتائج وين ما كان لو ما عم بحضر شغله منيح. أوقات كتيرة بيطول تيصح الصحيح، بس بنهاية نهاية المطاف ما بيصح إلا صحيح. جون مارك بدي أقول لك يعطيك 100,000 عافية. إليو حراني مش إليو، يعطيك العافية إليو، يعطيكم العافية كلكم سوا، وإن شاء الله بوقت مش كتير بعيد منشوف انتخابات بالجامعة اللبنانية مثل ما شفنا. مثل ما شفنا الانتخابات اليوم بالانديو ومبارح باليسوعية وقبل منها بالالايو وقبل منها بجمعيات اخرى. هلا بكرة يمكن بعض وسائل الاعلام او بعض الناس يقولوا خسرت الثورة وخسر المجتمع المدني بالانديو. غلط. ربحت الثورة وربح المجتمع المدني بمجرد ما ربحت القوات بالانديو. مش معناتها إذا بعض الأشخاص تنطحوا واعتبروا أنه هن الثورة، مش معناتها أنه صاروا الثورة. الثورة بتضل هي ذاتها. توني هديك الساعة نسي لكم كلمة، أنتوا حراس مثل ما هكذا وما بينعصوا الحراس، لا نعزلوا لا حتنعصوا. والثورة نفس الشيء، طالما ما بينعصوا الحراس ما رح تنعص ولا رح تدبل. من أول لحظة القوات بتاريخها كانت ثورة. بالدرجة الأولى كانت ثورة على مشروع كتير كبير دخلت فيه كتير دول اسمه مشروع الوطن البديل، وبالدرجة الثانية من بعد منه كانت ثورة على عهد الوصاية 15 سنة قبل ما نوصل على 14 أدار. ومشان هيك حلوا حزب القوات اللبنانية وحطوا قيادته بالحبس وحطوا كتير من أعضائه وعناصره بالحبس وضيقوا على رفاقنا، ومن ضمنهم وقتها بطلعتهم كانت رفيقتنا ستريدا جعجع تجربوا. تجربوا يخلصوا من القوات. ومن بعد منها بشكل دائم من بعد 2005 وقبل 2005 القوات على طول ثورة على الفساد. شفتوا بالوزارات اللي أخذناها، شفتوا بالنواب اللي عنا إياهن، بكل المواقع اللي كنا فيهن ثورة بشكل مستمر على الفساد. وبالتالي ربحت القوات، هاي الثورة الحقيقية اللي ربحت، هيدا المجتمع المدني الفعلي اللي ربحت. بالإضافة لهو كلهم سوا، كل الوقت كنا ثورة على الإقطاعية وعلى العائلية وعلى القبلية وعلى العشائرية. في البعض بيتنطحوا بالوقت الحاضر بصير يطلقوا شعارات. إطلاق الشعارات شيء، وأنا ما عندي شك أنه البعض منهم حسنين نية، بس أنك تكون نيتك حسنة وتطلق شعارات شيء، وأنك تتعذب وتضحي وتموت 10,000 مرة وتضحي وتضحي وتفوت على الحبس 200,000 مرة، وكل شباب يتبهدلوا ويضطهدوا، اوكي ساعتها هيدا شيء اخر مختلف تماما، وهي الثوره الحقيقيه الفعليه. كتار بيتنطحوا بالوقت الحاضر وبيطلقوا شعارات، بس وينني عن تطبيق هالشعارات؟ بكتير اوقات تيتنازلوا نتف صغيره لبعضهم ما بيتنازلوا. شعارات 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 شعارات، ولا يوم من الايام عملت مجتمع واقع، بينما نحن بالفعل عملنا مجتمع وعملنا واقع. بضل عندنا شغل كتير لقدام، شغل كتير كبير لقدام، وهيدا بيت القصيد. انتو اليوم ونحن كلنا سوا
ربحنا انتخابات بالانديو كثير منيح، انتخابات الانديو انتخابات الانديو، بس الاهم منه هو القضيه ككل. والقضيه بشو بتتجسد بالوقت الحاضر؟ بانقاذ البلد. نحن بلدنا عم ينهار شوي ورا شوي ورا شوي بفعل المجموعه الحاكمه الحاليه، عظيم. وبالتالي شو المطلوب؟ عمليه انقاذ. منين بدها تبلش هالعمليه الانقاذ؟ بدها تبلش من الانتخابات النيابيه القادمه. وهون بفتح الاعلان توجه تحيه كثير كبيره للاغتراب اللبناني، لانه تسجل ربع مليون انسان، ما تفكروا هيني، ربع مليون لبناني ببلاد الانتشار، ما بحب سميهم مغتربين لانهم اصلا مش اغراب ولا مغتربين، هؤلاء لبنانيين ببلاد الانتشار تسجلوا تيصوتوا بالانتخابات اللي جايه. بضل بهالهلالين اللي فاتحون تطلب من هالربع مليون لبناني ببلاد الانتشار انه شو ما كان يكون يستكملوا كل وراءهم، يستكملوا كل معاملاتهم، والاهم من هذا وكله سوا يروحوا يصوتوا. مرة الماضي صوت تقريبا 50-55% من يلي سجلوا، السنه بتامل انه 80-90% من يلي سجلوا يروحوا يصوتوا، لانه هاي الطريق الوحيد لانقاذ بلدنا، لانقاذ نفسنا، لانقاذ امنا وبينا، لانقاذ اولادنا، لانقاذ تراثنا، لانقاذ ثقافتنا، لانقاذ تاريخنا. ما في 200 طريقه للخلاص، خلاص الوحيد بالطريقه الديمقراطيه، عن طريق شو؟ عن طريق الانتخابات. وبنفس الفعل بتوجه لكل شاب وصبيه منكم، تقلكم كيف كنتوا اليوم بانتخابات الانديو، هيك بدكم تكونوا بمناطقكم باحيائكم بقراكم بضياعكم بعائلاتكم بالذات، عم تخوضوا مواجهه كبيره بعض الاوقات ضد التقليد بعائلتكم او بضيعتكم او بمنطقتكم، تنقدر نربح مثل ما لازم نربح انتخابات النيابيه القادمه. انتخابات النيابيه القادمه مش مجرد انتخابات حدا رح يربح فيها مقعد وحدا رح يخسر مقعد، لا، هي كنايه عن يا بيصير عندنا القوة اللازمة تنقدر نعمل نقوم بعملية الإنقاذ المطلوبة، يا يعني بقية القوى السياسية شايفينها كيف عم تعمل، شايفينها كيف عم تتصرف. مشان هيك اوعى ترجعوا تنتخبون هن ذاته. حد هيدي في البعض بيقولوا ايه طيب بس ليش نتعذب بكل هالانتخابات؟ لأنه شو ما كانت نتيجة الانتخابات ما رح نوصل لمطرح. غلط، هيدي أكبر غلط ممكن واحد يصدق فيه. إذا مرقت علينا مرحلة بين سنة 2005 و 2010 كان في أكترية معينة ل 14 أدارة بمجلس النواب وما تصرفت مثل ما لازم تتصرف، مش معناتها كل مرة الأحرار بالبلد وال 14 أداريين بيكون عندهم أكترية رح يتصرفوا بنفس الطريقة. غلط. وأكبر دليل بعض التصاريح يلي قاموا فيها بعض جماعة 8 أدار بآخر 4-5 أيام يلي قالوا فيها أنه لا تعتقدن أنه إذا جبتوا أغلبية هالمرة أكثرية في مجلس النواب أنكم ستستطيعون الحكم. وأنا بدي أقول لكم أعتقدنا أنه إذا جبنا أكثرية هالمرة بمجلس النواب رح نعمل الحكم مثل ما لازم نعمله. المهم أنه المواطن اللبناني يتحمل مسؤوليته مثل ما لازم، المواطن اللبناني عليه يروح يصوت مثل ما لازم. ما بقى في شيء مخفي بالبلد، ما بقى في شيء سري، صار معروف مين بيعمل شو ومين بيأمن بشو ومين بينفذ مين ما بينفذ ومين بوصل لنتيجة مين ما بوصل لنتيجة. وبالتالي المطلوب من الناس انه تروح تصوت بالمطرح يلي ما غير من 40 سنة لهلا ويلي تصرف مثل ما لازم يتصرف بكل المقاعد النيابية اللي عنده اياها، بكل المناطق يلي قدر يعطوه وكالة فيها، بكل الوزارات يلي كان فيها، بكل الجامعات يلي ربح فيها. هذا لازم يروح يصوتوا له الناس. ونحن بالمناسبة رح يكون عندنا لوائح مرشحين بكل مناطق لبنان من دون استثناء. بدي تحضروا حالكم مزبوط، لأنه هيدي معركة ديمقراطية حاسمة جدا وفاصلة جدا. يا أنه الشعب وبصراحة رح تكون متوقفة على وعي الشعب اللبناني إذا بياخد حاله على طريق الخلاص، ولا للأسف بيخلي حاله على طريق الهلاك مطرح ما نحن بالوقت الحاضر. آخر شيء بدي أقولكم، بغض النظر عن كل هالمحليات السياسية وعن الانتصار اليوم بالأنديو وعن الانتصار اللي قبله باليسوعية وقبله بالإليو وقبله وقبله وقبله، بغض النظر عن حتى الانتخابات النيابية اللي جاية، بدي ما تنسوا ولا لحظة أنتوا مش أبناء حزب معين،
على الإطلاق ولا بنات هالحزب. أنتوا صراحة بنات وأبناء القضية ككل. نحن صحيح هلأ مجسدين بشكل حزب لأنه علينا نتنظم كحزب، بس بالحقيقة 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 نحن رأس حربة المقاومة اللبنانية يلي صار لها 1500 سنة مجسدة على أرض لبنان. عم بقولكم هالشيء تعرفوا أنتوا وينكم بالضبط، أنه بس واحد يكون قويت شو معناتها. البعض بيقولوا بس بدون ما يقدروا شو معناتها بالضبط أنه مش هيني واحد يكون قويت. لا، مش هيني واحد يكون قويت، لأنه تيكون واحد قويت بده يبلش يكون أول شيء روحه عطول عكفه. الشغل الثاني إذا معه قرشين بده يحطه، والشغل الثالثة أكترية وقته بده تروح مشان القضية. مشان هيك أنتوا أبناء، أنتوا بنات القضية، أنتوا أبناء القضية، بدكم ما تنسوا لحظة إنه إذا منتصور تاريخ لبنان كناية عن تواصل من 1500 سنة لهلا، أنتوا هلا رأس حربة هالتواصل يلي من 30 سنة كان مجسد بناس تانيين، يلي من 50 سنة بناس غيرنا، يلي من 200 سنة بناس آخرين. وبالتالي نحن أصحاب قضية بهالحجم على مستوى التاريخ، على مستوى الوطن ككل. يعطيكم 100,000 عافية. مثل ما حققتوا انتصار اليوم، أنا بتأمل تكفوا الشغل تنحقق انتصار بالانتخابات النيابية اللي جاية، بنقدر نطلع لبنان من الجورة اللي هو فيها. وقت الخطر أول.